جدل وردود فعل كبير أثارتها حلقة برنامج محل نقاش على شاشة العربية، والتي كان موضوعها تعدد الزوجات. الداعية المصري وليد إسماعيل والحقوقية الكويتية نيفين معرفي ومعهما الحقوقية مها أبو بكر كانوا ضيوف حلقة ساخنة مع الزميلة رشا نبيل. نتابع معهم الموضوع في فقرة مع وضد. هو حفاظاً عن البيت الأول ما بيرضى أنه يبلغه، لكن المسألة مش مسألة خوف من المجتمع أو خوف من المجتمع. حول مسألة تعدد الزوجات نتعرف على بعض الدول التي أصدرت تشريعات لتنظيم التعدد. البداية من تونس التي أصدرت فيها الحكومة في 8 أغسطس 1956 قانون منعت فيه تعدد الزوجات ليعاقب الزوج الذي يفعل ذلك بالسجن والغرامة المالية. قبل أسبوعين فقد أقر برلمان دولة تركمانستان قانون يحظر تعدد الزوجات، مؤكدا أن هذا الأمر يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة قد تصل إلى عامين. ومنذ عام 1926 يعد تعدد الزوجات في تركيا جرما تصل عقوبته إلى 5 سنوات وغير معترف أبدا بحقوق الزوجة من الزواج العرفي. في مصر وليبيا يبدو أن التعدد أكثر يسراً، لكن القانون يشترط أن تكون الزوجة الأولى على علم بذلك بحال رغبة الزوج بالزواج من أخرى. لا، ليس هناك غدر حضرتك. أنت يعني أنت الراجل عايز يتزوج، يعني لو الشرع عطوله، يعني عنده القدرة الجسمانية، عنده القدرة المالية، وعايز يتزوج بامرأة أخرى أيا كان يتزوجها ليه، تمام؟ فإيه الإشكالية؟ ما الشرع ما وضع أي إشكالية، وما وضع أن أنا عشان أتجوز لامرأة تانية يبقى لابد أن تكون المرأة الأولى فيها عيب ما. أرحب بضيفتي من القاهرة الإعلامية صاحبة مبادرة تعدد الزوجات الأستاذة منى أبو شنب، وفي الاستوديو الدكتورة الاختصاصية النفسية والاجتماعية زينة صوفي. أهلا بكم وصباح الخير. خليني أبدأ مع الأستاذة منى أبو شنب وصاحبة هذه المبادرة. وقد يستغرب البعض أن المبادرة قادمة من امرأة تدعو إلى تعدد الزوجات ولا موضوع ولا مشكلة في ذلك. إذن منى أستاذة منى، يعني لو تدينا تفصيل أكثر عن هذه المبادرة ولماذا أنت تدعين إليها؟ أولا تعدد الزوجات ده كان على مر العصور والأديان وموجود على طول. الحقيقة أنه أنا لقيت أن في كتير جدا من الرجالة بتتجوز في السر، وكانوا بيخافوا على البيت الأولاني والكلام ده كله. الحقيقة أن أنا حسيت أنه الزوجة التانية مظلومة جدا وما بتاخدش جزء كبير من حقوقها، وبقى في تداولات موجودة دلوقتي أن ده غدر وده خيانة، وده كلام طبعا غير سليم بالمرة، لأنه تعدد الزوجات ده شرع ربنا، والزوجة التانية زيها زي الأولى. احنا ما عندناش في الدين حاجة اسمها أولى وتانية، احنا عندنا كلهم زوجات أمام الله. طيب. وإن لازم يعني المجتمع كمان دلوقتي محتاج جدا تعدد الزوجات، لأنه نسبة الأنوثة عاليت ونسبة الطلاق. طيب يعني حضرتك صاحبة هذه المبادرة ولا تري إنه هناك في غدر للزوجة إذا قام الزوج بذلك؟ وهذا التصريح بالفعل هو اللي مفيش غدر يا ما. طيب خلينا نشوف التصريح للداعية وليد إسماعيل واللي برر فيه إنه الزواج الثاني هو من حق وهو من حقوق النساء الأخريات ويجب على من يدعون حقوق المرأة المحافظة عليه. أنا موافقة على الكلام. خلينا نشوفه. بتجوز من راجل ولا امرأة؟ امرأة. امرأة، يبقى هي المفروض هي بتحافظ على إيه؟ على حقوق المرأة. ما دي ليها حقوق، إن هي عايزة تتجوز. المرأة دي عايزة تتجوز. تقدمون خدمات جليلة لتوفير فرص. لا لا لا، أنا ما بتكلم، أنا بتكلم دلوقتي عن قضية معينة، أنا بتكلم عن حقوق المرأة. دائما بسمع في الإعلام حقوق المرأة للأولى، طب والثانية؟ ما هي امرأة. طيب حقوق المرأة للثانية، يعني هذا عشان يضمن حقوق المرأة أو خلينا نقول الزوجة الثانية. هل تشوف أنه بالفعل يا دكتورة زينة أنه الموضوع لا يعتبر غدر، خصوصا أنه هذا في الشرع وفي الدين وتعدد الزوجات وارد؟
هلا بداية أنا بدي أسأل سؤال، الرجل لما بيرتبط بالزوجة الأولى مو من أول الوعود والعهود اللي بتكون بينهم إنه أنت كل حياتي وبحياتي ما رح أكون مع غيرك؟ بس ما في وعد بعدم الزواج، هو وعد بعدم الارتباط أو حب مخلوق آخر ولا حتى لمس. بس الرجل يفسر بأن الحب غير والزواج غير، هناك في مصلحة أخرى، في لمس، أنا أحبك أنت، لا أقترب من غيرك. هي أول نقطة. ثاني نقطة، من أكثر نفسيا من أكثر الأمور اللي تكسر بخاطر الإمرأة، اللي بتكسر بشخصيتها وبنفسها وبقلبها وبتشعرها بالدونية، حتى أنا أجريت استبيان حول هيدا الموضوع، هو الزواج بأخرى. يعني نفسيا هو دمر الأولى. على فكرة إضافة لذلك، إذا ما نحكي إنه هن همن حق الثانية، أنا عندي، أنا من أرض الواقع رح أحكي، عندي حالات لا تعد ولا تحصى للإمرأة الثانية بتاخذ جلسات نفسية، لأنه اللي بصير الرجل بعد ما يتزوج الإمرأة الثانية بيشعر بتأنيب الضمير مع الأولى، للأولى لأنه هي الأساس. شو بصير؟ بصير يراعي الأولى أكثر، الثانية تشعر بالغيرة، تشعر بقلة الاهتمام، تشعر بقلة المكانة، يصير يتخبط هو نفسه، يعني هي الحالة نفسها تسبب مشاكل له وللزوجة الأولى اللي حتى لو حاول يصلح مش عم ترضى ولا عم تتشافى نهائيا، وللزوجة الثانية يلي ضاعت وحست إنه الاهتمام اللي كانت عم تاخده أول الزواج مش نفسه يلي صار بعدين. طب خلينا نتكلم بكل صراحة يا دكتورة زينة، هل تشوفي إنه اليوم إذا كان الرجل مقتدر ماديا وعلى ثراء فاحش بيكون مغري للسيدات، وممكن إنه السيدة حتى التي كانت لا تقبل تعدد الزوجات بيغريها هذا الموضوع وتوافق إنه إن تكون معك زوجة ثانية؟ هاي الحالة موجودة كتير، بس في نقطة أنا بشوفها كتير 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 مهمة. أنه أنت كرجل طالما قررت تتزوج من الثانية، أخبر الأولى لا تطعن. وقتها الأولى عندها حرية الاختيار، يا أما بتبقى يا أما بتمشي. يعني أنا من وجهة نظري، أنا شخصياً انحط بهذا الموقف، عندي استعداد نام بالشارع ولا نام بمنزل رجل جلب امرأة أخرى لحياتي. طيب خلينا نشوف أيضاً واحدة من التصريحات المثيرة للجدل التي ظهرت في برنامج أو حلقة محل نقاش، وهو أنه ليس للمرأة حق رفض زواج زوجها من امرأة ثانية ما دام الرجل قوام وقادر على تلبية المصاريف. خلينا وام جاي رايح لزوجته الأولى، ولا أنا هتجوز عليك؟ إيه بس الزوجة هتعمل، معلش الزوجة هتعمل إيه؟ هتصوت اكيد وتقول طب خلاص، طب ما هي النقطه دي اللي احنا بنتكلم فيها، احنا مش عايزينها نصوت. لا مش حقها. حقها لا مش حقها. ليه مش حقها؟ ما تقوليش ما حقها. زي ما هي ليها حق، التانية ليها حق. اين هي؟ طب انا دلوقتي انا همثل لك مثال، يعني انت هل من حقك ان تخدعها؟ لا، هي مش خداع، هي مش مساله خداع، هي مش مساله، هي محافظه على البيت اكتر ما هي مساله خداع، هي مش خداع. المادة سلطة صراحة. قبل ما نكمل نقاش هذه الفقرة، خلينا كمان نروح للأردن. سألنا هناك الناس، إذا وضعك المادي مرتاح جدا هل ممكن تتزوج على زوجتك مرة ثانية، تحديدا الرجال؟ خلينا نشوف ايش جاوبوا. إذا النصيب حكم إنه مرتك من الزوجة الأولى مش كويسة، لا ولا زوج، أما إذا الزوجة ماشي أمورها ومربي أولادك وقائمة بواجبات بيتها 100%، الأمور تمام هيك. لا الحمد لله رب العالمين، والله المصاري ما هي كل شيء، هداة البال أحسن من كل شيء، الحمد لله رب العالمين. تكون مستقر ببيتك وعند عيالك وعند زوجتك وماكل وشارب. رجل عربي أول ما يصير معه قرشين على طول بفكر في الجيزة، وللأمانة لو معي والوضع متيسر يعني بزيادة على طول بتجوز من الصبح، اثنتين وثلاث كمان مرة واحدة وخلاص، ما بعيد الواحد يعني خلاص، بأخذ الثلاث بنات وخلاص، بقول الحمد لله الله أرضى عنك يا رب، مجانين إحنا يا زلمة. طيب خلينا نروح للدكتورة منى، يعني برأيك هل المال هنا هو اللي يكون متحكم في هذا الموضوع وهو وسيلة للسلطة؟ يعني هل المرأة ممكن إنها بالفعل تسكت وتصبر وترضى ما دام إنه الرجل قوام وبيصرف علي وفاتح بيته ما يتزوج اثنين وثلاثة، وهذا الشيء موجود في مجتمعنا بشكل كبير؟ أولاً أنا معترض على كلمة خديعة، ما فيش حاجة اسمها إن الرجل يخدع زوجته دي. الكلام، المصطلحات اللي عملتها النسوية اللي بوظت كل حاجة في حياة المرأة، وقعدوا يقولوا إنها إيه، أصل ده حقوق المرأة ومش حقوق المرأة. ربنا سبحانه وتعالى إدانا الحقوق بتاعتنا من 1400 سنة. هما بيتكلموا من ناحية عاطفية يا أستاذة منى، لو سمحتي يا أستاذة، لو سمحتي ماليش دعوة بالناحية العاطفية. طب احنا أنا ليا دعوة إن لو سمحتي ما تقاطعيش، ما هي علاقة الرجل حضرتك بتقاطعيني
يا أستاذة لو سمحتي. نعم. المفروض إن إحنا نكون على قدر من العلم كده إن إحنا نسمع بعض. طيب فضل. أنا النهاردة لما حضرتك تقولي إن أصل ده كسر خاطر معنى كده الإساءة لله سبحانه وتعالى، لأن من أحل التعدد هو الله سبحانه وتعالى. نعم. فربنا سبحانه وتعالى لا يحل شيء في أذية للمرأة، والمرأة دي نص المجتمع، وإن كان كمان هي المجتمع كله. لأن ربنا سبحانه وتعالى مدلنا حقوقنا وعمل لنا صورة باسمنا في القرآن الكريم، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هو موضوع إن الراجل يبقى عنده فلوس ولا ما عندوش فلوس، مكان الصحابة، أولاً التعدد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين كانوا عدد عليهم، دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، فكرة بقى العاطفة ومش عاطفة، هو حضرتك ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقنا ده مش عارف ان احنا عندنا عاطفة ولا هو يعني؟ وبعدين نقول بقى اصل في اسباب وندعي ونعمل، مفيش الكلام الفارغ ده خالص. طيب الحكايه كلها النسويه ابتدت تشتغل على المراه. طيب يعني برايك طب بس انا عندي سؤال، يعني نفرق ما بين عاطفتنا والحب وما بين الزواج يكون مشروع مادي بحت وفي اهم شيء مصلحه الطرفين بعيدا عن العواطف، كده كلام مظبوط؟ عشان لا نقول انه الموضوع مش مشروع، مش لا 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 لا، الموضوع مش مشروع مادي ولا حاجه، الموضوع ان الراجل عنده قوامه، بس هي النساء الـ كل اللي بينادوا بحقوق المراه ابتدوا يشتغلوا على الموضوع ده، لا لشيء الا لزياده العنوسه وزياده الطلاق، وان هم مش عايزين حق المراه. هي الزوجه الثانيه دي مش بني ادمه، مش واحده ست ولا دي واحده ولا ده ايه؟ نعم. دي بني ادمه. طيب. واحده زينا من حقها انها تتزوج. طب خلينا ولما نسمع وبعدين بالمناسبه. نعم. مش هي اللي بتجري يا استاذه لو سمحت، اتفضلي. هي مش بتجري، ما انت بتدي للدكتوره الفرصه، عيب يعني، المفروض تسمعيني. اتفضلي، انا مديتك كل الوقت يا استاذه. اتفضلي على السريع، اتفضلي يا استاذه. انا ما خدتش الوقت خالص، انا قاعده لسه ما كملتش. اتفضلي. النهارده لما الراجل يجي يبقى عايز يتزوج تاني، انه افضل الحليله ولا الخليله؟ انه يرافق ويقول والمراه تقول اصل هو يرجع البيت، اصل ما يتجوزش، اصل مش عارف ايه، ونقعد نخترع اختراعات غريبه جدا ضد الشرع وضد الدين. النهارده نسبه العنوسه كام في الدول العربيه كلها؟ النهارده نسبه الطلاق كام؟ الله، الراجل ده من حقه انه يتجوز. هتقولي لي القدره الماديه والجسديه، ماشي، افرضي ان الراجل عنده ما عندوش القدره الماديه قوي بس عنده القدره الجسديه، يبقى اوكي. الله. حلو. النهارده واحد حب واحده ومراته كانت زي الفل وما فيش حاجه، يبقى معنى كده انه هو يتجوز في الحلال. انا بقى بقول له بالمبادره بتاعتي دي اتجوز في الحلال، لان انا خايفه على الزوجه الثانيه. نعم. لانه هي امراه زيها زي ليها حق. احنا دخلنا الحب في الموضوع، ليها حق انها تتجوز، ليها حق انها. طيب خلينا كمان نشوف يعني هذه الحلقة وبعض المشاهد منها. كمان خلينا نقول أستاذة نيفين اللي تكلمت عن الإهانة اللي تتعرض لها المرأة عند زواج الرجل من امرأة أخرى. المظلومية ليش؟ أنا ما حد يشعر في المرأة إلا المرأة، وما حد يعرف الألم، وأيضا الإهانة للمرأة، نعتبرها إهانة للمرأة بأنه يجيب على رأسها مرأة. لذلك انا لسه افهم بس ايه على راسها اهانه للمراه انه إيه؟ هو يجيب على راسها مراه. طبعا يعني هي لا، ليس للثانيه الحق بانها تكون امراه ذات بعل. ما هي الثانيه مسكينه هم راح تنظلم، بس بعدها ما شافت تنظلم، وايش فرقك انها تنظلم؟ طيب دكتوره زينه، هل برايك انه بالفعل هناك في قد تكون اسباب اجتماعيه، اسباب اقتصاديه تخلي المراه انه هذا هو الخيار الوحيد اني انا ارضى؟ وبعض السيدات، وهذا جانب آخر، بتقول لزوجها روح اتزوج عليا وفكني وخليني أنا وأولادي في البيت وأصرف علينا، بس أنت بعد عني إن أنا ما أحبك أو أنا ما أبغاك، ويفضل خيار البقاء وهو يتزوج زوجة ثانية أو ثالثة الأفضل لها. ما هي اختارت البقاء فهذا هي مقبول هذا الحكي طالما بإرادتها. نعم. بس أنا في نقطة نحكى عنها، موضوع العنوسة أو غيره. أولا الله مو خلقنا وحط عنا حاجة وما أشبع هي الحاجة بهيدا الكون، كون في وفرة من كل شيء. طيب. الرجال. ثانيا بحسب منظمة الصحة العالمية كل 105 رجل يقابلها 100 أنثى، هي بحسب منظمة الصحة العالمية، فإذا في
وفرة في الرجال الذكور. ليش أنا إجي عند وحدة مستقرة وعايشة بسكينة وخرب علي السكينة وأساس الزواج ولقد خلقنا لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، انكسرت السكينة. بالإضافة برجع وبقول للحالات المعاشة اللي عم شوفها، إذا همنا نحن الزوجة الثانية وعن جد قلبنا على الزوجة الثانية عم تكون مدمرة بعد فترة من الزواج. أول فترة حتكون سعيدة تزوجت، بعدين الشيء جاية لقدام نفسيا معنويا سيء جدا. نعم كمان خلينا نشوف واحد من التصريحات اللي أثارت الجدل كبير بين الداعية وليد إسماعيل والمحامية المصرية مها أبو بكر حول فكرة كره المعيشة مع الزوجة الأولى. خلينا نشوف. أنا عايش معها فقط عشان أولادي، فحبيت أن أنا أتجوز تاني، فقلت لها أنا أتجوز تاني، قالت لي لا والله ما أنت متجوز. أعمل إيه؟ حقها. حقها فين حقها؟ ده انا بكرهها بس عايش معاها عشان الاولاد. ماشي حقها حضرتك تكرهها، انا بكرهها عايش معاها عشان الاولاد. لا مش زوجتي على فكره، انا بتكلم، انا بدي مثال على اروح اتضرب في البيت. لا لا عارفين مثال يعني اكثر، يعني خلينا نقول تبرير يستخدمه الرجل عندما يريد الزواج من ثانية هو أنا كارهة الحياة وإحنا أصلاً منفصلين مع بعض وعايشة بس عشان الأولاد وأنا أبغى أتزوج واحدة ثانية. ما تحس يا أستاذة منى إنه هذا الشيء فيه أنانية للرجل وإنه بيدور على مصلحة الرجل فقط؟ لا ما فيش أنانية. وأولا بصي أنا عايزة بس أفهمك حاجة، تعدد الزوجات يعني إيه رخصة للراجل إن هو يستخدمها للحفاظ على المجتمع. عايزة أفهمك إن كل راجل عنده أسبابه الخاصة، وبعدين خلقت حواء لتؤنس وحشة آدم، يعني ما فيهاش إهانة ولا حاجة. وإحنا بالنسبة لنا في الإسلام بتقعدوا تهاجموا التعدد الزوجات في الإسلام مع إنه في 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 أديان أخرى يعني على مر العصور والأديان. الحاجة تانية ان مش بالضرورة ابدا ان يكون مش طايقها. على فكرة يعني الفنان عايزة ابو عوف رحمة الله عليه كان متزوج زوجته وكان بيحبها جدا وتزوج عليها واحدة تانية عادي خالص. حتة بقى اصل ايه ان المرأة بتبقى كارهة، اصل المرأة بتبقى مضطرة، لا لا لا، انا شفت حالات بعناية وفي حالات في المبادرة اتجوزوا والمرأة قامت تعمل دوشة ومش عارف بعد كده رجعت وتقبلت هذا الوضع. اللي بيخرب البيت هم النساء وليس الرجال، لأن اللي بتطلب الطلاق واللي بتاخد بعضها وتمشي واللي بتسيب البيت واللي تقعد تقوله انت خربت البيت وترمي عليه تهمة هو ما عملش حاجة، هو عايز يحتفظ بيها ويحتفظ ويتجوز تاني، هو بيستخدم الرخصة اللي ربنا اداها له. كون بقى حدة العدل ومش العدل والكلام ده كله، العدل في الآية القرآنية في الإنفاق والمبيت، يعني زي ما يبيت هنا يبيت هنا. عندي حالات كبيرة معروفة وحالات إعلامية وحالات رجال أعمال وحالات عادية معددين الزوجات وعايشين كويس جدا على فكرة. طيب. على فكرة طيب. الموضوع بيخص الرجل والرجل هو اللي أنا بس عندي سؤال سريع أستاذة هو هنا. اللي بيحزن. هذه المبادرة لقت إقبال من السيدات وقبول من السيدات وخليتهم يغيروا رأيهم ويتقبلوا إنهم يكونوا في تعدد في الزواج. طيب شكرا لك. لأنه في ستات كتير جدا نعم لأنه في ستات كتير جدا اكتشفت أنهم زوجات تانيين ويعيني خايفين يقولوا أحسن يتبصلهم بصة أصلها خطفت رجالة أصلها ما عرفش إيه إيه التهريج ده يكون في النور أفضل. كل دي اختراعات النسوية. نعم يكون في النور أفضل. كل دي اختراعات النسوية لا تضيع حقوقها. يعني هي هو أنهي أفضل يا أستاذة ريم إن هي إن الراجل يعرف واحدة ويمشي معاها ولا يتجوزها النهارده واحد حب واحده نعم. يمشي معاها في الحرام نقول اصل الزوجه طيب. الاولى استاذه منى منى ابو شرف يعني دكتور علي جمعه انتهى للاسف بس وصلت الفكره. وخلينا اخذ التعليق اخير من دكتوره زينه. انه افضل يمشي مع واحده ويحبها ولا يتزوجها؟ ولا هي ولا هي، بس الافضل لما يفكر يتزوج يكون رجل فعلا ويجي يخبر زوجته هون عند الزوجه حق القرار ابقى او انسحب. بالضبط بالضبط. اشكر ضيفاتي اللي وجودهم معنا. انا اقول حاجه بس قبل ما اقفل على السريع استاذه منى على السريع
يا ريت بس الستات النسويات يسيبوا الرجاله في حالها وهم بيعرفوا يقرروا. على فكره هم مش صغيرين، هم اطفال مش اطفال، هم بيقدروا ياخدوا قراراتهم وهم عندهم القوامه وربنا مدينهم القوامه. والمراه الاولى الزوجه الاولى زي ما انتم بتقولوا كده، لو يعني سبتوها في حالها والدنيا هتمشي كويس قوي ومش هيبقى فيه نسبه عنوسه. طيب ومفيش يعني نخلي الرجال هو يفكر نيابه عنا عشان احنا يعني ما نعمله. شكرا لك يا استاذه منى ابو شنب من القاهرة، وأيضا دكتورة زينة صوفي، شكرا لوجودكم معنا اليوم.